كرة إلى خارج ركلة ركنية خمسة، خمس ركنيات. هل يستغل الكروات بقى هذه الكرات في إحراز أول أهداف اللقاء؟ يحاول المرور راكيتيتش اللي بيلعب كل الكرات في السبتة. فرصة الجول، فرصة الجول، فرصة الجول، فرصة الجول. باندوكيتش، ماريو باندوكيتش هناك بعد ميونخ الألماني يحل المشكلة التهديفية في اللقاء. التصفيات سجلوا فقط 12 هدف في العشر لقاءات. كرواتيا تعاني ولكن ماريو باندوكيتش يسجل بعد سلسلة من الركنيات، خمس ركنيات. وشفنا المهارة بقى هنا والتوقع العالي. وباندوكيتش يا لعيبة باندوكيتش مستني الكورة على القائم البعيد، حطها حلوة قوي. بص شوف راكيتيتش لعب ازاي وعدى ازاي، والأقدام والغابة من الأقدام اتفوتت. يلطش كده على القائم الأول اللاعب فريزيتش لاعب نادي فولفسبورغ، يستناها بقى في الميعاد ماريو مانزوكيتش نجم نادي بايرن ميونخ الألماني والدوري منذ عام 2007. يسجل هدفه رقم 13 والرابع في هذه التصفيات. تألق في أوروبا أمام أيرلندا، جاب هدفين الأكثر تحكم في الكرة. الشوط الأول 69% مقابل 31، ثم الشوط الثاني رغم النقص العددي اللاعب كوفاتيتش خرم ازاي ودخل ومرر. المنتخب الايسلندي لم يتعامل يعني بشكل جدي مع بدايه الشوط الثاني، والكرواتي يخطفوهم بقى في لحظه من لحظات التالق الكرواتي من اللاعب الشاب ماتي كوفاتيتش لاعب نادي الانتر الايطالي اللي ضغط على الدفاع ومرر حلو قوي عشان يسجل.